والفاطمة الزهرة مربوح. قصد تمكينهم من مزاولة نشاطاتهم التجارية في إطار قانوني منظم، تم على مستوى بلدية بشار إدماج الدفعة الثانية من الباعة السابقين بالأسواق الفوضوية في فضاءات تجارية جاهزة. العملية تمت بإشراف من السلطات المحلية للولاية إلى جانب بعض الجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني. وعدنا المستفيدين، قلنا لهم نهار نستلموا هذا المكان مهيئ، نروجوا لكم نعملوا لكم شبه دعاية للمكان هذا. ولذلك وجهنا دعوة لاتحاد النساء الجزائريات باعتبار المرأة تتسوق بكثرة، وكذا جمعيات نسوية، غرفة تجارية، الاتحاد التجار الجزائريين وكل شيء، حتى نعرف بالمكان هذا. الدفعة الثانية من المستفيدين من هذه المحلات التجارية الجديدة استحسنوا المبادرة، خاصة وأن السوق التجاري الكائن بحي الإنارة والذي يضم أزيد من 230 محلا تجاريا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم. اللي يليق أكثر، يعني احنا ما كناش نتصوروا باش تكون هاك بهذه المحلات بهذا المنظر، تبارك الله واسعين، تبارك الله محلات ما شاء الله. اللي لوكو حاجه شابه وسوفيستيكي وكما قالنا زعما بالمعايير والمقاييس زعما الجديده، ماشي زعما، والحمد لله. عملية غلق الأسواق الفوضوية واستبدالها بأسواق جديدة عملية ستساهم في دفع وتشجيع الاستثمار بالولاية من جهة، وخلق مناصب شغل دائمة للشباب من جهة أخرى.